ذبحوا كذا كراسي. أنا شايف محافظة البصرة مجزرة عصرية بمكننة كاملة على أحدث المواصفات في عام 2013، كلفت أكثر من 10 مليار دينار عراقي. لكن للأسف الشديد هاي المجزرة بعد سلمتها المحافظة بعد إنشائها بأنظمة محافظة البصرة إلى بلدية البصرة، ونتيجة ارتباط البلدية بوزارة البلديات فشلت في إدارتها، بل لم تقم بتشغيلها لحد هذه اللحظة. وبالنتيجة هاي المكائن المعدات الحديثة والمتقدمة التي تتعامل مع كافة المخلفات بشكل ملائم مع البيئة، ويحول الذبائح إلى كافة المنتجات من لحوم وجلود وغيرها بشكل ممكنن على أحدث المصعد، لم يتم تشغيلها. اعتذرت بلدية البصرة عن تشغيلها وحاولت حالة الاستثمار، وخلت بها شروط غريبة وعجيبة، ولم أعلنت أكثر مرة ولم يتقدم عليها أحد من المستثمرين باعتبار أنها كان هناك عدم جدية. خارج العملية طبعا، خارج العملية، وهي يعتبر يعني هدر من قبل بلدية البصرة عدم استقلالها لهذه المجزرة العصرية اللي ينفق عليها أكثر من 10 مليار دينار. وبالنتيجة ما زالت المجزرة القديمة هي اللي تعمل، اللي ما بها ذيك المواصفات اللي موجودة بالمجزرة الجديدة، فضلا عن وجود حالة الذبح خلينا نقول الغير نظامية وغير أصولية في المناطق. هذا بالتأكيد أي ذبح يكون في الشارع أكيد راح يكون عرضة لانتشار كافة الأمراض، ليس فقط الحمى النسفية وإنما الأمراض الأخرى، وهذا راح مثل ما نقول ما يوصل في المنتج للمواطن بشكل سليم.